هذا وسيبث تلفزيون البحرين على حضراتكم الفيلم الوثائقي كاملا بعد نشرة أخبار الثامنة من مساء هذا اليوم. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك جمعة. مساء الخير دكتور. هذا السلوك العدائي لنظام الدوحة بحق البحرين وشعبها ليس بجديد على المشاهد. نتساءل برأيكم، ما هو السبب الرئيس لهذا السلوك المتطرف والعدائي وغير الإنساني، خاصة وأنه بحق بحارة يسعون وراء قوت يومهم؟ نعم، مساء الخير. طبعا الممارسات التي يقوم بها النظام القطري من خلال التحرش بالبحارة البحرينيين ودخول إلى المياه الإقليمية لمملكة البحرين واعتقال هؤلاء البحارة ومصادرة أدواتهم ومعدات الصيد واقتيادهم إلى الأراضي القطرية وتنفيذ محاكمات صورية بحق هؤلاء البحارة، كل هذا يهدف إلى مسألتين. الأولى هي محاولة طرد البحارة وحرمانهم من قوت يومهم، وخصوصا أن مهنة الصيد وارتياد البحر بالنسبة لأهل البحرين هو أمر قديم جدا ويعتمدون عليها في تحصيل رزقهم. الجزئية الأخرى هي محاولة فرض الأمر الواقع. النظام القطري يقوم بالدخول إلى المياه الإقليمية لمملكة البحرين ويحاول من خلال ذلك أن يفرض واقعا على مملكة البحرين وعلى دول المنطقة بأن هذه المياه تقع تحت سيادته، وهذا في الواقع تغيير للمعالم البحرية المعترف بها دوليا والتي تقع تحت سيادة مملكة البحرين. هذا طبعا السلوك القطري هو جزء لا يتجزأ من سلسلة طويلة من الممارسات العدائية من قبل النظام في قطر تجاه مملكة البحرين وتجاه شعب البحرين. هؤلاء الصيادون أناس بسطاء يعتمدون على البحر في تحصيل قوت يومهم، ومن خلال ما يقوم به النظام القطري فهو يستعدي شعب البحرين ويدق اسفين الخلاف بين الشعبين البحريني والقطري واللذين هما شعب واحد في الحقيقة. لكن النظام القطري لديه أجندة توسعية تجاه مملكة البحرين أثبتتها البراهين التاريخية على مدى العقود الماضية بأنه يحاول اقتطاع واقتضام مناطق تحت سيادة مملكة البحرين، ويستغل مختلف الأزمات التي يقوم بافتعالها أحيانا من أجل تنفيذ أجندته التوسعية تجاه مملكة البحرين. نعم دكتور محمد، الفيلم الوثائقي اختتم بمناشدات من هؤلاء البحارة إلى الجهات المعنية لإيجاد حلول لهذه المشكلة، برأيكم ما هو الحل؟ الحل الأول والمهم جدا هو أن يتم حسم موضوع الحدود. هذه المياه الإقليمية تابعة لمملكة البحرين والصيادون لديهم أجهزة محددة مضبوطة فيها هذه الحدود. النظام القطري لا يعترف بها، يدخل باستمرار إلى هذه المياه. من المطلوب الآن حسم هذه المسألة ووضع علامات واضحة جدا تبين للصيادين المواقع التي لا يتجاوزونها. في نفس الوقت يمنع النظام القطري منعا باتا هو وأجهزته من الدخول إلى المياه الإقليمية إلى مملكة البحرين، لأن هذه سيادة ولا يمكن القبول بأن يقوم النظام القطري بالاعتداء على السيادة البحرينية. أما الجزئية الأخرى فلا بد الآن، وخصوصا النظام القطري قد قام باعتقال أكثر من 2000 بحار بحريني منذ عام 2010 وحتى الآن، قام بمصادرة 650 قارب أيضا منذ عام 2010 وحتى الآن، لا بد من إعادة الحقوق إلى هؤلاء البحارة، وخصوصا أن النظام القطري أيضا قد أزهق أرواح بعض منهم. نعم. هناك ممتلكات يجب أن تعود لهم، ولا بد أن يتم تعويض هؤلاء تعويضا مجزيا حتى يتمكنوا من معاودة ممارسة حياتهم العملية بشكل طبيعي. نعم، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك جمعة، شكرا جزيلا لك.